فاكر احمد فليكس اللي تعاقد معاه الاهلي المصري وكان مكسر الدنيا بطولات واهداف؟ تعرف ان الاهلي تعاقد معاه بالصدفه؟ في بداية التسعينات طارق سليم مدير الكرة بالأهلي واخو رئيس النادي وقتها صالح سليم كان المفروض يسافر غانا علشان يتعاقد مع لاعب اسمه أوجستين. أوجستين ده كان هداف الدوري الغاني وكاس العالم للشباب. قبل سفره صالح سليم اتصل بعدل القيعي أهم مدير تعاقدات في تاريخ الأهلي وطلب منه يجي عشان يفهم طارق هيعمل ايه بالظبط. بعد ما عدل القيعي شرح لطارق سليم المطلوب منه عشان يتعاقد مع أوجستين قال له مش هعرف، لازم تسافر معايا. الاثنين سافروا غانا وركبوا مع سواق تاكسي بيسألوه عن أوجستين، رد عليهم ده لاعب ممتاز، أحرف لاعب عندنا في غانا، أنا سمعت إن نادي كولن الألماني هيمضي معاه النهاردة. في اليوم ده كل الجرايد في غانا كانت كاتبة إنه آخر ماتش ليه النهاردة مع هارتس أوف أوك وبعدها هيحترف في ألمانيا. بيحكي عدل القيعي إن طارق سليم بعد ما سمع الكلام ده خبط على راسه وقال له الصفقة ضاعت يا عدلي، هنعمل إيه؟ رد القيعي وقال له ما تقلقش يا كابتن، غانا دي شجر بيسقط لعيبة. بدأوا يدوروا على بدايل واستعانوا بمدرب منتخب غانا اللي رشح لهم اتنين، واحد اسمه أوسكار والتاني توكا وبيلعبوا بفريق اسمه يانج ستارز. راحوا النادي اللي كان بيلعب فيه أوسكار وتوكا علشان يتفرجوا عليهم، شافوا شرايط فيديو كتير فعجبهم لاعب تاني خالص. عدل القيعي عمل مناورة على رئيس النادي الغاني وسأله الأول عن أوسكار فطلب فيه 150,000 دولار. قال له لا كتير مش هينفع، تعال نتكلم في الولد الصغير اللي هو اصلا كان عاجبهم في شرايط الفيديو وكان عنده وقتها 17 سنة. رئيس النادي قال له لا، اللاعب ده انا جايبه ب 3,000 دولار والسنه الجايه هبيعه ب 300,000 دولار، لكن لو انت عايزه هات 150,000 دولار وخده. القيعي قال له لا ما يلزمنيش، وهو خارج من الباب قال لرئيس النادي الغاني بس انت ما سمعتش عرضي كام، وكان عرضه 25,000 دولار بس. بعد ما خرجوا من النادي بدون اتفاق طارق سليم زعق للقيعي وقال له بوظت الصفقه. رد عليه القيعي هيتصلوا بينا وكده، وبالفعل في نفس اليوم بالليل اتصل بيهم رئيس النادي وتعاقدوا مع اللاعب لمده 5 سنين مقابل 45,000 دولار. اللاعب ده كان احمد فليكس احد اهم اللاعبين الافارقه في تاريخ الاهلي.